التوفيق ان شاء الله اللي هتفرزوا بالانتخابات ويطلع ان شاء الله ربنا يوفقه كلنا مع بعض كلنا مهندسين في الاخر يعني التنافس ده شيء صغيره طيبه لكن في الاخر اللي هينجح كلنا معاه مساله ان في ناس بتعمل حضور وغياب يا ما طلعت اشاعات في الكلام ده يعني طبعا اشاعات بقى احنا بنقول لكم انه هو فينا النهارده في الانتخابات وشايفين الناس بتيجي تسلم علينا من قلبها ولا بتيجي من بره انا لا بقى لا رئيس حد ولا ليا صله بحد واخد بالك الا المحبه والعلاقه الطيبه ما فيش سلطه ليا عشان اكبر الناس انها تيجي صح الناس جايه من قلبها حرص ابراهيم بيمثل على المشاركه المره الثانيه في اقل من اسبوع الانتخابات شايف ازاي؟ مهندس محترم ومهندس زراعه مصر يستخدم حقه الدستوري في احضان صوته ده شيء طبيعي ربنا يوفقك يا باشمهندس هاني والله نتمنى لك